هذا المشروع في 10 ملامح رئيسية هتحصل لأول مرة في تاريخ مصر. لأول مرة هناك ملحمة بناء وتعمير بتشهدها كل أرجاء محافظات مصر، 4500 قرية بالإضافة لأكثر من 28,000 تابع بيتنفذوا فيهم المشروعات في 175 مركز و20 محافظة. والأول مرة بنستهدف بمشروع واحد أكثر من نص عدد سكان مصر، 58% من سكان مصر هيستفيدوا من هذا المشروع العملاق. والأول مرة مشروع مش فقط من مكون واحد، مشروع بيشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، كل شيء ممكن مواطن مصري بسيط في الريف بيحلم به إن شاء الله بقدر الإمكان وربنا يعيننا هيكون موجود في هذا المشروع العظيم. والأول مرة مشروع مصري 100%، وإحنا هنا بنتكلم على مشروع بتتجاوز استثماراته المقررة أكتر من 700 مليار جنيه. مشروع بدأت أفكاره بأحلام شباب مصري، استجابت لي قيادة سياسية حكيمة وأطلقته. الحكومة المصرية بتتضع لي خطته التنفيذية، حينفذ بأيادي وسواعد مصرية. جميع المواد المستخدمة إن شاء الله هتكون مواد بتصنع في مصر، وفي النهاية هو تمويل مصري خالص. والأول مرة المواطن المصري نفسه كمان بيختار مشروعاته من خلال هذا الموضوع، من خلال العديد من الاجتماعات اللي عملناها مع أهالينا في القرى، بنستمع إليهم وبنشوف هم عايزين إيه عشان يترجم هذا الكلام لمشروعات على الأرض. والأول مرة الشباب بتاعنا، الشباب المصري العظيم، من خلال المؤسسة اللي أنشئت، مؤسسة حياة كريمة، بيشارك معانا من خلال التطوع في العديد من المجالات المهمة، سواء متابعة ميدانية، في مشاركة في تدريب وتأهيل، في توعية، في خدمات طبية. كل ده شباب مصر هيبقى داخل معانا بقوة، عشرات الألوف من الشباب هيبقوا معانا في هذا المشروع. والأول مرة هيكون عندنا مؤشرات واضحة ازاي نقيس جودة الحياة بالقرى الريف المصري، ازاي هنرفع كفاءة المية والصرف، الطرق، التعليم، كل المناحي الحياة اللي المواطن المصري عايزها. وإن شاء الله هيبقى الأول مرة أيضاً خدمات لم يشهدها الريف المصري، شبكات الغاز الطبيعي اللي هتبقى موجودة، الألياف الضوئية، الاتصالات، المستوى المتقدم الاتصالات، مجمعات صراعية، مجمعات خدمية متقدمة لكل مصالح الحكومية في القرى الأم. وعشان كده الأول مرة هذا المشروع، والعالم اللي بيقول هذا الكلام، المشروع الوحيد اللي هيكون بيجمع كل أهداف التنمية المستدامة اللي أعلنت عنها الأمم المتحدة، 17 هدف بيتحققوا في هذا المشروع. عشان كده كل مؤسسات العالم النهاردة بتتكلم على إن مفيش دولة في العالم بتنفذ مشروع بهذا الحجم. المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق لما سيادة الرئيس أطلقه في بداية 2019، بدأنا في مرحلة تجريبية كانت 375 قرية، وكانت بنستهدف فيهم أفقر 1000 قرية. ولكن التجربة على مدار العامين دول علمتنا إن عشان نحقق تنمية حقيقية والمواطن في الريف يشعر بثمار هذا المشروع، مش هينفع إن احنا نركز على قرى منفردة. لا، ده احنا لازم ندخل على مراكز كلها ببعضها البعض، وناخد المراكز وننمي المراكز كلها بكل قراها وتوابعها عشان فعلا تتكامل الخدمات وتتكامل عملية التنمية. عشان كده الموضوع تحول من مجرد مشروع لتنمية قرى منفردة إلى تطوير لكل مراكز الجمهورية اللي موجود فيها أكتر من 4500 قرية، اللي هم 175 مركز. المرحلة الأولى فقط اللي بنطلقها، وبالفعل يمكن سيادة الرئيس هيشرفنا بإطلاقها اليوم بصورة رسمية، ولكن دايماً يعني عادة سيادته أنه بيقول أنا مش بطلق حاجة غير إذا كنت بتتنفذ على الأرض، إحنا بدأنا فعلاً تنفيذها من بداية العام. 52 مركز بتشارك فيهم كل جهات الدولة المصرية، وبتتنفذ النهاردة أكتر من 1400 قرية، بالإضافة إلى أكتر من 10,000 تابع. المشروعات اللي هتنفذ في هذه المرحلة الأولى لوحدها هتتجاوز تكلفتها 260 مليار جنيه. النهاردة بنستهدف ليه؟ طب ممكن أحد الزملاء يقول طب اشمعنا ال 52 دول اللي بنبدأ بيهم؟ الكلام ده تم بدراسات علمية، اخترنا ال 52 بالرغم إن احنا هنبدأ في بقية ال 175 على مدار العامين القادمين، ولكن هنا احنا بنتكلم اخترناهم طبقا لمعايير معدلات الفقر، المشاكل اللي موجودة، نسبة الخدمات اللي موجودة. عشان كده اخترنا دول لان دول الاكثر احتياجا للبدء فيهم الفوري.
عندنا أربع تدخلات رئيسية في هذا المشروع العظيم: تحسين مستوى الخدمات البنية الأساسية، بناء الإنسان المصري اللي موجود، تدخلات اجتماعية واقتصادية، والتنمية الاقتصادية زي ما بقول. الحقيقة كل واحد من دول تحتيه عشرات المشروعات. يعني لما نتكلم على البنية الأساسية بتكلم على صرف صحي ومية شرب. كل أهالينا وكل دايماً أعضاء مجلس النواب لما بيجوا للحكومة بيقولوا عملوا لنا الصرف الصحي للقرى، الريف عايز الصرف الصحي. والدولة الحقيقة كانت على عشرات السنين بتحاول إنها يعني تلبي هذا المطلب، ولكن إمكانيات الدولة المصرية لم تكن قادرة على تنفيذ. النهاردة الحمد لله بتوجيهات سيادة الرئيس وبقدرتنا وبالخبرة اللي تراكمت للشركات المصرية على مدار السنوات السبع الماضية، النهاردة بنبقى مطمئنين إن إحنا بانتهاء هذا المشروع العظيم حيبقى 100% من الريف المصري عنده صرف صحي وعنده مية مستمرة وعنده كهرباء لا تنقطع أبداً على مدار الـ 24 ساعة إن شاء الله. ده بالإضافة لتطوير الطرق، مجمعات الحكومية اللي هتبقى موجودة، الغاز الطبيعي اللي هيدخل بإذن الله. في بناء الإنسان المصري عندنا التعليم والصحة والشباب والرياضة والتوعية والثقافة، تدخلات اجتماعية وتوفير لسكن كريم وإحلال وتطوير البيوت القديمة اللي موجودة والمتهالكة عندنا، وبرامج لتدخلات عديدة هنشرحها بالتفصيل. وأخيراً إزاي أن هذا المشروع إن شاء الله يحقق تنمية اقتصادية وتوفير لفرص عمل لكل شبابنا.